أصدرت الحكومة الصينية للمرة الأولى الكتاب الأبيض في الطب الصيني التقليدي، وأشار الكتاب الأبيض إلى تفاصيل السياسات والتدابير لتطوير الطب الصيني التقليدي وإبرازه كقيمة فريدة من نوعها في العهد الجديد. جاء في الكتاب الأبيض أن هناك 3966 مستشفى للطب الصيني التقليدي و452 ألفا من الأطباء الممارسين والعاملين المساعدين في قطاع الطب الصيني التقليدي في عموم أنحاء البلاد وفقا للسجلات بحلول عام 2015. وكان الطب الصيني التقليدي قد لعب دورا هاما في الوقاية والعلاج من الأوبئة الرئيسية مثل سارس وفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والأمراض الشائعة الأخرى. وجاء في الكتاب الأبيض أيضا أن الصين تعتبر تطوير الطب الصيني التقليدي استراتيجية وطنية، كما جاء في الكتاب الأبيض أن الصين تطمح لتمكين كل مواطن من الحصول على خدمات الطب الصيني التقليدي الأساسية بحلول عام 2020، وجعل خدمات الطب الصيني التقليدي تغطي جميع مجالات الرعاية الصحية بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه ينتشر الطب الصيني التقليدي في العالم، وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 103 من الدول الأعضاء أعطت موافقة لممارسة الوخز بالإبر والكي.